واشنطن بوست وأكثر من مقالة تحليلية بتتحدث عن ازدياد الكراهية تجاه المسلمين، منها مقال مثلا بيتكلم عن التخوف من هجمات إرهابية ممكن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، مقالة أخرى بتتكلم عن تطلعات إسرائيل في قطاع غزة للوصول إلى انتصار. شايف أهم العناوين والمنشطات إزاي في الواشنطن بوست النهاردة؟ شوف حضرتك، هو الواشنطن بوست هنا بتحلل حاجة متوقعة بالنسبة لهم، اللي هو إن ما حدث في غزة والضرب والصراع ده في نظرهم أو في تصورهم إن هو ينتج عنه كراهية زائدة لإسرائيل، وإن المجتمعات الإسلامية بترى إن أمريكا وإسرائيل إلى حد ما بيمثلوا يعني اتجاه واحد أو علاقة وطيدة جدا ودائما مدعومة بها، وده اللي حصل في الآونة الأخيرة. الدعم كان واضح جدا، فهم متوقعين كتوقع يعني إن هو ده هينتهي بيه الأمر، إن هو الحنق والغضب على الولايات المتحدة ممكن يتسبب في بداية عصر آخر من الإرهاب ضد المصالح الأمريكية. فبيبداوا ايه يحطوا توقعاتهم لهذا الامر، لدرجه ان البنتاجون نفسه بداوا اجهزه المخابرات بداوا يضعوا ايه هذه السيناريوهات ويناقشوها كاحتمالات ان ممكن يتم ايه وايه، وبدات تدخل في الصوره مره اخرى موضوع الارهاب ضد امريكا كرد فعل ايه لدعمهم لاسرائيل في الموضوعات اللي حصلت غزه دي الاخيره. أكيد. خلينا ناخد موضوع تاني من نفس الجريدة. أعلنت وزارة التعليم أن منطقة مدرسية واحدة وست كليات بما في ذلك جامعة كيرنل وكلية ويلسلي بتخضع لتحقيق من قبل وزارة التعليم وسط مزاعم بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا. لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل. شكرا لك، دي نقطة لطيفة مهمة جدا. شكرا. ان حدث فعلا ان هو في نفس الاماكن بقى فيه زيادة في الحاجتين، كراهية اليهود اللي هي الانتسيميتيزم وكراهية اليهود ده مفهومه يعني العام، والاسلاموفوبيا كراهية للمسلمين. هو اللي حاصل كالاتي، ان هنا المجتمعات او الشبابيه بالذات في الطلاب والجامعات وكده عندهم درجه عاليه جدا من الحماس السياسي في الامور دي، يمكن بدرجه اعلى من الكبار، ونشيطين جدا، وفي جاليات كبيره عربيه ومسلمه، فدي غالبا هتظهر ايه نوع من الدعم يعني ما اقدرش اقول حماس، بس اللي حاصل هيبقى في دعم ايه لوضع حماس للمقاومه الفلسطينيه كتير انها اموري للمقاومه الفلسطينيه اللي موجوده على الارض. ايوه يعني بالظبط، يعني اللي حاصل دلوقتي فهيبقى ضد اسرائيل وهيبقى فايه اللي حاصل ان هو دول بينظروا الناس الثانيه بقى ينظروا لهم ان دول بيدعموا الارهاب، يبدا يكرهوهم ويحصل حاجات عنف ضدهم وشتائم وكذا، ويبدا عمليه نوع من الايه الكراهيه ليهم، فتبقى دي تسمى اسلاموفوبيا اللي هي الكراهيه من الاسلام. ان هو واحد واخد موقف ضد اسرائيل هنا، فالناس هنا هيبصوا له الشباب اللي حواليه ان انت واقف ضد اسرائيل يبقى انت بتدعم الارهاب، يبقى انت كذا، وانت بتدعم في 11 سبتمبر، ويبداوا يكرهوه وممكن يشتموه مثلا عشان اسمه كذا او كذا، وتبص تلاقي اسمه اسلامي مثلا، وتبص تلاقي حصل ايه هنا اسلاموفوبيا كراهيه للاسلام. وده ممكن يخلي في نفس الوقت في نفس السكول هتلاقي في نشاط قوي جدا للطلبه المسلمين والعرب بيحاولوا يظهروا ما يحدث في غزه ويجيبوا صور للاطفال وغيره، فتبص تلاقي دول بيظهروا كده، فكانه فيتهموهم النهارده دول بمعاداه الساميه ان هم ضد اليهود. هو لو بدا يتكلم على هذا الامر فحاصل كومباينيشن او خليط وما عمري ما شفته وصعب جدا تصوره، ان في نفس المكان في بقت كراهيه للمسلمين اللي بيدعموا اللي واقفين ضد اسرائيل في الحرب الحاليه، وكراهيه لليهود عشان هم بيدعموا اسرائيل، يعني اللي ضد اسرائيل بيتكره بقت واخد بالك بقت اسلاموفوبيا، واللي مع اسرائيل اللي هو اليهود بيتكره من المسلمين ومن العرب والفلسطينيين، ففي صراع داخلي شديد جدا تحط معاه حماس الشباب
تبص تلاقي دخلت في معادلة غريبة جدا، وده اللي حاصل دلوقتي.